هنبدأ مع حضراتكم هذه الجولة من الملف الأزمة الساخنة والمشتعلة حاليا، ملف الأزمة الفلسطينية. عنوان جريدة اليوم السابع هو: الرئيس السيسي يؤكد أهمية إنهاء معاناة الفلسطينيين. عنوان آخر من جريدة الوطن: مصر تكثف جهود وقف العدوان ضد غزة. شايف حضرتك الجهود اللي بيبذلها الرئيس السيسي لوقف العدوان على غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ليس فقط بالأمس، ولكن منذ اندلاع هذه الأزمة من يوم السبت الماضي، منذ أكثر من أسبوع؟ يعني احنا بنتكلم في مجموعة من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية في الثمان أو تسعة أيام منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت إجراءات معلنة وتتطابق مع فلسفة الدولة المصرية أن احنا مؤمنين بضرورة اللجوء للحلول السلمية، لابد من مراعاة حقوق المدنيين، مراعاة المنشآت الصحية والطبية، عشان فكرة ان احنا ما تبقاش عملية تدهور اكتر من ان احنا يتم استهداف حتى العسكريين او حركة المقاومة او خلافه. لا، احنا كمان هنا بنتكلم على المدنيين من الجانبين عشان تبقى عملية اجرائية سليمة. وبالتالي كان تحرك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللي تلقى اكتر من 30 اتصال تقريبا خلال مدة الاسبوع ده، حوالين فكرة ان احنا ازاي عايزين ننشئ ممر انساني نقدر ندخل به المساعدات، ان لابد ان تكون القضية الفلسطينية حاضرة على ارض فلسطين، لابد من ان الاحتلال الاسرائيلي يتوقف او يقف عند الحاجات اللي عملها. لكن يعني اظن انه طبعا مش هيعمل ده، بس يعني الدولة المصرية وكافة دول العالم المعنية بالملف الفلسطيني مهتمة بهذه القصة، وربما يكون ان الامور يعني اتصعبت شوية لأن الإدارة الأمريكية متدخلة بشكل كبير، وربما هي اللي تقود المعركة ضد الفلسطينيين، والمنفذ للإجراءات اللي بتحددها الإدارة الأمريكية هم الإسرائيليين. العملية مش عكسية، الإدارة الأمريكية هي اللي بتضع. حتى بايدن في المؤتمر بتاعه قال لك أن أنا طلبت من نتنياهو أن يرد رد حاسم على اللي حصل. فبالتالي هي إجراءات تنفذها إسرائيل تتواكب مع فلسفة نظام بيحاول سياسياً ان هو يستفيد. بايدن احنا عارفين عملية الفشل اللي حصلت في اوكرانيا، ونتنياهو عنده فشل داخلي في ادارته للقصة خلال الفترة اللي فاتت، فهم هنا بيديروا الامر سياسيا. لكن من الناحية التانية احنا في لدينا في القيادة السياسية هي بتدير الامر قوميا وشعبيا وطبقا للمصلحة القومية التي تراعي حقوق الفلسطينيين. اشتغلنا بقول معلن، يعني قلنا احنا لدينا من الاجراءات عايزين نقدم مساعدات انسانية، فتحنا مطار العريش الدولي، اشتغلنا ان احنا نتلقى المساعدات. لكن برضو الجانب الاسرائيلي لسه بيستهدف جانب رفح الفلسطينية، وعشان الناس يبقوا عارفين المشاهدين ان في رفح فلسطينية ورفح مصرية، عشان دايما يبقى يدركوا هذا المشهد، ان كان في جزء من المعبر هناك وفي مدينة رفح في فلسطين وفي مدينة رفح في شمال سيناء. فبالتالي الناس لازم يفرقوا دايما ما بين رفح الفلسطينية ورفح في شمال سيناء ورفح المصرية. فالدولة المصرية عملت مطار العريش الدولي، وانا شايف ان في رمزية كبيرة في هذا الاطار ربما نتعرض ليها في اخبارنا، لكن القياده السياسيه ماشيه في اجراءات حقيقيه وسليمه. حقيقي، وبرضو العناوين مستمره معانا طبعا مع هذا التصعيد وهذه الازمه باعتبارها هي الملف الساخن جدا الان. مع نفس الملف من جريده الاخبار، العنوان هو: نشاط مكثف للرئيس السيسي للمساهمه في تخفيف التصعيد في غزه. السيسي وماكرون يبحثان مستجدات التصعيد العسكري. من الاخبار ايضا بنقرا عنوان: تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، انطلاق المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الشعب الفلسطيني. جهود مكثفة جدا بتبذلها القيادة السياسية المصرية على العديد من المحاور المختلفة وقت أو لوقف تصاعد وتيرة الأحداث يا أستاذ زكي، سواء فيما يتعلق بالتواصل مع قادة العالم والمنظمات الأممية لوقف تصعيد الأزمة، أو حتى التوجيهات بتوفير القوافل والمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني. يعني القيادة السياسية في موقف لا تحسد عليه صراحة، لان كل الجبهات مفتوحه، الناس مش متابعه ان السودان لسه الاوضاع فيها متازمه، الجانب الليبي الاوضاع فيها متازمه سواء كوارث طبيعيه او عمليه الخلافات الداخليه. لدينا ازمات في بعض المناطق العربيه، والدوله المصريه بتقول رؤيتها وفلسفتها فيها. فهنا جبهه جديده وجبهه على الحدود مباشره، وعمليه الاداره بتاعتها من جانب الاحتلال الاسرائيلي بتضغط كمان عليها في الازمه. فبالتالي احنا امام رؤيه ازاي نقدر نطبق فكره الانسانيه بمفهومها الشامل. وحديث سياده الرئيس لم يتراجع خطوه في فكره ان هو يقول ان احنا عايزين نحافظ على حقوق المدنيين سواء من الجانب ده او من الجانب ده، ولابد ان الاغاثه تدخل لاهالي فلسطين، لان احنا بنتكلم في عدد شهداء عدى 2300 شهيد، وربما
انا اظن ان اسرائيل مش هتتوقف عند الا لما توصل لرقم 3000 شهيد عشان يبقى ضعف العدد بتاعهم ويبقوا يحسوا ان العمليه كده يعني نفسيا، لان هم يعني جزء منها قومي او عقائدي، لان هي هذه فلسفتهم في الاداره. فانا اظن هم مش هيتوقفوا قبل ما يوصلوا ل 3000 شهيد، مش هم مش هيتوقفوا قبل 3000 شهيد عشان يبداوا يفتحوا يشيلوا ايديهم بعيد عن ودنهم ويبداوا يسمعوا فكره المفاوضات والحاجات دي. لكن الدوله المصريه مكمله في ضغطها، بتتلقى المساعدات، احنا شفنا طيارات كتيره جايه مطار العريش الدولي. وعايزين نربط الامر ده بحاجه حدث كانت موجوده في الداخل المصري. احنا لو كان الامر ده حصل من سنه او سنتين ربما كانت الدوله المصريه بتحاول لسه فرض السيطره على محيط مطار العريش الدولي، ان احنا كان عندنا جماعات ارهابيه. لكن لما احنا خلينا سيناء وشمال سيناء من الجماعات الارهابيه فاحنا عندنا سيطره بنسبه 100%. واللي سياده الرئيس قال في يوم من الايام ان الارهاب اصبح تاريخ. مطار العريش الدولي ده ما كانش يقدر يعني يتلقى المساعدات الا لما وصلنا له بالقصه دي، ان احنا نعمل عمليه تضحيه بالدم وتضحيه بالجهود وتضحيه بالاموال عشان نصل مطار العريش الدولي يكون منطقه امنه لاستقبال المساعدات. ده رقم واحد. رقم اتنين، مدينه رفح اللي احنا موجوده او مطار العريش هي اللي فيها البرص وفيها الحاجات. فاكر لو الناس تتذكر شهيد احمد منسي معركه البرص هي موجوده في رفح. فاحنا عشان كده احنا بنقول ان الارض المصريه احنا بنحاول ندخل منها مساعدات للفلسطينيين. احنا مش محتاجين ان الجانب الفلسطيني او الناحيه الفلسطينيه يدخلوا ناحيه شمال سيناء، لان قضيه فلسطين على ارض فلسطين وارتباطا بمشهد كبير بيعمله الاحتلال الاسرائيلي. وربما في القراءات الموضوعيه جدا عمليه الاستهداف لمناطق كثيفه السكان، عمليه المنشورات في مناطق الشمال، كل ده محاوله منهم للضغط على القطاع ان تعمل عمليه ازاحه او نزوح. لان اصلا فكره النزوح على فكره موجوده في العقيده الاسرائيليه نفسها، هم عايزين عمليه النزوح عشان يعملوا عمليه اخلاء للمستوطنين اللي هم المستوطنات اللي هي عايزه اماكن تانية. فهم بيرغبوا في هذا المشهد، لكن القياده السياسيه والاداره المصريه تفهم ذلك جيدا وتتعامل وفق هذا المبدا وفق هذا المنطق. لان مهم جدا ان قضيه فلسطين تفضل على ارض فلسطين. احنا مكملين في فكره المساعدات.